قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. تظهر فائدة وهي أن التوكل لا ينفع وحده، فلا بد أن يضاف مع التوكل عبادة الله عز وجل. أو قال أنا متوكل على الله عز وجل في النجاة من النار في دخول الجنة، أينفع هذا؟ ولذا قال لا إله إلا هو، هذا متعلق العبادة، عليه توكلت، هذا هو التوكل. ولذا يجمع بينهما عز وجل في آيات كثيرة، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، مثل عليه توكلت وإليه أنيب، فاعبده، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، كذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآيات في هذا كثيرة عند التأمل.